اسمع يا عسل، في الحياة في شيء اسمه معلومات وفي شيء اسمه مهارات، وللأسف كثير مننا ما يعرف أهمية المهارات، فنركز دائما على رفع مستوانا المعرفي، ممتاز، لكن مهاراتنا ما نركز عليها أبدا ولا نطورها أبدا، بل أنه في كثير مننا ما يعرف أن المهارات أو الافتقار للمهارات قد يكون هو السبب في تعطل كثير من أمور حياته. اليوم راح نتكلم عن مهارتين، مهارة التحليل ومهارة الاستنتاج. يعني مثلا لما تجيك مشكلة كيف تفكر فيها، كيف تحللها، كيف تعرف أسبابها وتكون ملم بكل أبعادها وتوصل لحلولها. هذه الجرعة اللي راح أقدمها لك في هذا الفيديو، واللي راح تكون من الطراز ثقيل جدا، وكل اللي راح اقوله لك في هذا الفيديو هو اللي قلته في مشاركتي مع الشريك الادبي. طبعا اللي متابعيني في انستغرام وسناب وتويتر عارفين وش اللي حصل، التقيت بالبعض منكم وكان شعور جدا رائع في 3 مقاهي في مدن مختلفه ومن مناطق مختلفه، ولانه بالتاكيد مو الكل قدر يحضر قلت اصورها في اليوتيوب وانزلها مقطع مثل ما حصل في حلقه قصه دوبامي كافين ومشاركتي مع اجنايت ساوند، ولكن المره هذه مشاركتي مع الشريك الادبي. واذا ما كنت تعرف مبادره الشريك الادبي مثل لي مع كامل الأسف، فأنا جاي أعلمك إياها لأنها مبادرة يعجز اللسان عن وصفها حرفيا. هذه يا طويل العمر مبادرة أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة، وهي فكرتها بسيطة جدا لكن أثرها عظيم. عدة مقاهي في المملكة العربية السعودية من مدن مختلفة ومناطق مختلفة شاركوا في هذه المبادرة، وهي عبارة عن منافسة بين هذول المقاهي على من يقدم أفضل الفقرات للحضور، فيستدعون شخصيات مرة مرموقة يا صديقي الجميل، كتاب، أدباء، فلاسفة، أساتذة، مترجمين، مؤلفين وغيرهم الكثير من القامات يا صديقي العسل اللي أنا ما أرقى أني أوصل لا لمعرفتهم ولا لعلمهم ولا لخبرتهم ولا كل شيء فيهم. وعشان كذا أقول لك أنا ممتن جدا أني دعيت للمشاركة في الشريك الأدبي. الشاهد تقوم المقاهي يستدعون ضيف، يحددون اليوم والساعة ويعلنون عن هذه الفقرة، والحضور يكون مجاني، تروح تحضر وتزيد من سقفك المعرفي وربما تزيد وتطور من مهاراتك. لا والأهم من هذا كله أنك تختلط ببيئة جدا محترمة، لأن في ناس تقول يا ناصر احنا من وين نلقى أصدقاء كويسين يرتقون فينا ويساعدوننا. أهلا وسهلا، الشريك الأدبي بالضبط كل بقعة يكون فيها هي عبارة عن أرض خصبة للفكر اللي أنت تبحث عنه وجودة الناس اللي أنت تدورها. عشان كذا أنا أقول لك مبادرة أكثر من رائع. المبادرة هذه السنة كانت نسختها الثانية، ونسختها القادمة أبشرك يا صديقي العسل ضعف عدد المقاهي اللي شاركوا في النسخة الثانية راح يكون مشاركين في النسخة الثالثة. وإذا أنت بالمناسبة عندك كافي وحاب تحصل على عضوية الشريك الأدبي، وإذا أنت برضو من الأشخاص اللي حاب تشارك كضيف كذلك عن طريق الموقع تقدر تقدم على هذا الطلب وتكون من ضمن الضيوف. أما إذا أنت حاضر وأنت بالنسبة لي الأهم، فادخل على موقع الهيئة وراح تعرف كل الكافيهات اللي عندهم عضوية الشريك الأدبي، فممكن تكتشف أن الكافي اللي جنب بيتكم أو القريب منكم بيشارك في المبادرة لنسختها الثالثة أو الرابعة أو الخامسة وإن شاء الله اللي ما تنتهي أبدا، فتروح وتحضر يا صديقي الجميل. وشكرا لهيئة الأدب والنشر والترجمة، وشكرا لوزارة الثقافة على المساهمة بالارتقاء بأمتنا العربية. إذا أنت مهتم في الأدب بأنواعه، سواء كان شعر فصيح أو نبطي أو نثر أو غيره، تعرف أنت ما شاء الله الأدب واسع جدا، إذا أنت مهتم بالترجمة، إذا أنت مهتم بالتأليف، إذا أنت مهتم بالفلسفة وهذا موضوعنا اليوم، كل هذا راح تلقاه في مبادرة الشريك الأدبي. جهز كوب قهوة يا صديقي الجميل محترم وعليه الكلام، فاللي راح تسمعه في هذا الفيديو ليس من كتاب أنا قرأته، ولكن من كتابي اللي راح ألفه واللي إن شاء الله راح يصدر في شهر 9/2023 في هذه السنة. ما تدري يمكن اللي يتابعون هذا المقطع ناس جايين بعد 100 سنة، ممكن إذا كان اليوتيوب للحين موجود. أجهز كوب قهوتك أو مشروبك اللي أنت تحبه ويلا نستمتع. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بك يا صديقي العسل في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. حياتك ثاني مرة وحيك ثالث مرة ورابع مرة وعاشر مرة بعد، معاك أخوك ناصر العقيل، أهلا وسهلا. شوف يا طويل العمر، أنا قررت أبدأ هذا الموضوع بقصة ريتشارد فاينمان. مين ريتشارد فاينمان؟ هذا يا طويل العمر عالم فيزياء من علماء الفيزياء المتأخرين. شو معنى متأخرين؟ يعني اللي جو في أواخر القرن العشرين. حلو حلو. هذا العالم له لقاء مسجل على اليوتيوب أكثر من رائع، عبارة عن أسئلة عامة
كذا حوارات جدا ممتعة. فريتشارد فاينمان في هذا اللقاء كان جالس على كنبة كذا صغيرة وحاط رجل على رجل ومروك، والأسئلة كانت جميلة وماشية بسهالة لين سأل المذيع سؤال، قال له أنا أبغى أسألك عن القوة المغناطيسية. قال له تفضل. قال ليش لما نجيب قطعة مغناطيس مقابل قطعة مغناطيس ثانية ونوجه القطب الشمالي من القطعة الأولى مقابل القطب الجنوبي من القطعة الثانية يلتصقون؟ شيء غريب. قال والأغرب ليش إن إذا خليناهم قطب شمالي مقابل قطب شمالي يتنافرون، يقول نحس بالتنافر وكأنه في شيء بينهم. فقام سأله قال وش الشيء اللي موجود بين القطعتين وليش هم قاعدين يدفون بعض؟ فقال ريتشارد فاينمان كذا طالع فيه قال هذه هي القوة المغناطيسية. قال لا لا ليش قاعد يصير هذا الشيء؟ بعدين قال ريتشارد أنت وش تقصد بليش؟ قام شوي تنرفز المذيع قال أنا قاعد أسألك سؤال معقول. I'm asking you a reasonable question. قال أنت تسألني an excellent question. قال سؤالك ممتاز مو حتى بس معقول، ممتاز، ولكن المشكلة هي أنك تسأل بلماذا وتقول why something is happening، ليش قاعد يصير هذا الشيء. فهو يبغى يشرح له قديش أن سؤاله صعب الجواب عليه، فعشان يبين له خطورة سؤاله بلماذا قال أنا بعطيك مثال. لنفرض مثلا أن فلانة الفلانية وسماها أنت منين، خلنا حنا نسميها العمة فاطمة. يلا قال لك مثلا يجي شخص يسأل وين العمة فاطمة، قال والله العمة فاطمة في المستشفى. سلامات ليش في المستشفى؟ ركز معي ليش في المستشفى. فيجاوبونا والله العمة فاطمة طلعت وزحلقت في الثلج وطاحت وكسرت حوضها فوديناها المستشفى. فيقول هذا الجواب يرضيني ويرضيك، ليش؟ لأننا بشر وعايشين في هذا الكوكب وعارفين قوانينه أو على الأقل متعودين عليها. يعني إحنا متعودين إن الشخص إذا طاح يمكن ينكسر حوضة، وإذا انكسر حوضة لازم يروح المستشفى عشان يسوي عملية. هذه بديهيات عندي وعندك. قال لكن لما يجي شخص من خارج هذا الكون فضائي على سبيل المثال وهو مو عارف ومو متعود على قوانين كوننا، فلما يسأل بلماذا فهو يبحث عن حقيقة موضوعية في إطار معين. معنى الكلام هذا يعني باختصار يبغى يحاول يفهم اللي صاير، وش الحقيقة اللي صايرة هنا. فقال يعني على نفس المثال العمة ماني مثلا أو سميناها فاطمة صح، فيسأل وين العمة فاطمة، والله يقولوا له في المستشفى. فيقول ليش في المستشفى؟ يقولوا لأنها طلعت وزلقت في الثلج طاحت وانكسر حوضها وودناها المستشفى. يقول هذا لا 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 كثير عليه. فيبدأ يسأل يقول كيف راحت للمستشفى ومكسور حوضها؟ فيقولوا والله لأن زوجها شافها وهي تطيح فدق على الإسعاف وطلبهم يودونها المستشفى. يقول هو فيسأل ليش زوجها يوم طاحت وكسرت حوضها دق على الإسعاف وقال تعالوا ودوها المستشفى؟ أنت ممكن تقول له أسئلة غبية، أنا معاك يا صديقي العسل معاك، لكن صدقني لا ليست غبية على الإطلاق. هو يحاول يفهم الحقيقة والأسباب خلف هذا الفعل أو الحدث اللي صار. يعني على سبيل المثال ممكن يجاوبونه يقولون والله الآن زوجها يخاف عليها ويحبها فعشان كذا لما طاحت وانكسرت اتصل على الإسعاف وودها المستشفى. فيقول طيب ليش هو يحبها ويخاف عليها؟ يقول له يا الله أوكي، لأنه عاش معها وبنى مشاعر عاطفية وذكريات ومواقف، هذا يعزز كثير من المشاعر اسمها العواطف ويبنيها، فلما تبنيها تصير علاقتك مع هذا الشخص مختلفة عن أي شخص ثاني. فهمت؟ فهمت يا عزيزي الفضائي؟ فيقوم الفضائي يقول طب لحظة، ليش إذا أنت عشت مع الشخص فترة طويلة دارت بينك وبينه مواقف وأحداث وأشياء حلوة وشينة، ليش تنبني عواطف؟ يعني ليش مثلا ما يعيشوا مع بعض بدون ما تنبني عواطف؟ فيقول ريتشارد فاينمان حتدخل في دوامات لا نهائية من هذه الأسئلة إذا كنت تبغى تسأل بليش تتنافر القوى المغناطيسية عن بعض، أو حتى تسأل ليش حصل الشيء الفلاني. عموما هو جاوب يعني وقال هذه هي طبيعة المادة، بس أنت مش متعود عليها. يعني أنت متعود لما تشوفني أقعد على الكرسي يشيلني، فما تستغرب لأن عينك متعودة وعقلك متعود، لكن القوة المغناطيسية عشان ما نشوفها كثير نستغربها. المهم أعطى هذا الجواب ومشى. ريتشارد فاينمان يا صديقي العسل الرسالة اللي يبغى يوصلها هي أن السؤال بلماذا هو سؤال الفلاسفة، وأنا قد قلت لك هذا الكلام في أحد الحلقات من قبل. سؤال لماذا سؤال الفلاسفة؟ ليه؟ لأن الفلسفة هي البحث عن العلية والماهية، يعني تبحث عن أسباب حصول هذا الشيء أو تبحث عن ماهيات هذا الشيء، حقيقة الكينونية والشيء، ماذا يكون الشيء الفلاني. وأنا طبعا يا صديقي العسل لما حضرت في تبوك والرياض والدمام كنت متوقع أنه في فلاسفة بيكونون موجودين فاهمين الفلسفة أكثر مني، أنا ترى ما عندي إلا معلومات عامة عنها أنت عارف يعني. فقلت ممكن يكون في بينكم فلاسفة، الفلسفة أعمق من كذا بكثير.
عشان ما تزعلون علي، ولكن اليوم انا جاي اتكلم عن هذه البوابه الصغيره من الفلسفه. طبعا يا صديقي العسل، وانا رايح انا متوقع ان الناس كانت تحسب اني لما اجي اتكلم عن الفلسفه بتكلم عن متى نشات الفلسفه، وانها بدات في قرابه 500 سنه قبل الميلاد، وكان عرابها سقراط، ثم تلاه افلاطون تلميذه، بعد ذلك جاء ارسطو. تعرف ارسطو نتكلم عنه عادل امام واخباره ايه ارسطو ده؟ فقال ارسطو مات. قال والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. هذا ارسطو. طبعا انت تمشي عاد بتسلسل التاريخ وصولا الى كارل ماركس، تتعدى عدين توصل الى برتراند راسل. وكاني راح القي محاضره تعليميه عن الفلسفه، وما كان هذا هدفي يا صديقي الجميل. فبرضه كان لازم علي اني اوضح ليش انا ماني قاعد اشرح الفلسفه بهذا التفصيل. فقلت اسمعوني بسالكم سؤال وانا اسالك نفس السؤال يا صديقي الجميل. هل سبق ومر عليك مقطع في اليوتيوب مدته 20 دقيقه اثر في حياتك وغيرها اكثر من 40 حصه في المدرسه او 40 محاضره في الجامعه؟ سالتهم هذا السؤال، وكثير من الاصدقاء والصديقات اللي حضروا هزوا رؤوسهم انه الا والله مر علينا. فقلت السؤال لماذا؟ فقلت ليش ممكن ياثر فينا مقطع في اليوتيوب اكثر من محاضرات مدرسه وجامعه، مع انه حط في بالك زين ان المحاضرات الجامعيه والحصص المدرسيه ما فيها ولا عيب ابدا. فقلت هذا الشيء، قلت ولكن الفرق هو في اسلوب الخطاب. في المدارس والجامعات خطاب تعليمي، في اليوتيوب قد يكون تعليمي، ولكن المقطع اللي اثر فيك بالتاكيد هو خطاب تاثيري. وفي فرق بين الخطاب التعليمي والتأثيري. وش الفرق؟ أنا جاي هنا عشان أقول لك. الخطاب التعليمي يا صديقي الجميل غايته انه يعلمك، اما الخطاب التاثيري فغايته انه ياثر عليك. لا اوكي امزح. الخطاب التعليمي فعلا هو غايته انه يعلمك، فيعطيك اكبر قدر من المعلومات ممكن خلال المحاضره او الحصه. ليش؟ لانه الغايه هو انه يرفع من سقفك المعرفي وسقف معلوماتك. هذه هي غايته، مش غايته ياثر عليك، مع انه في تاثير عليك كبير طويل المدى وما هو باين الاثر. في له اثر بس مو باين، ولكن على سبيل المثال اللي انا اقصده انه يركز على رفع مستواك العلمي. اما الخطاب التأثيري من الناحية الاخرى فلا، ممكن ما يكون فيه ولا معلومة ولكن الهدف هو التأثير فيك. مثل خطابات مين؟ الطاغية هتلر على سبيل المثال، في خطبة 10 دقائق 15 دقيقة يحرك مليون جيش من دون ما يعطيهم اي معلومة واحدة. ليش؟ لانه كان يبغى يأثر عليهم. وهذه كانت غايتي يوم اروح القي هذه الكلمة في الثلاث مقاهي، كنت ابغى أأثر ما ابغى اعلم. ليش؟ لانه اولا انا جاهل كثير في الفلسفة، اوكي عندي بعض المعلومات البسيطة وأحب أتفلسف كثير يعني أمارسها، لكن أبقى ماني عالم جدا في الفلسفة. ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، ما إذا أنا أبي أروح أعلمهم في الفلسفة خلني أعلم نفسي أول بعدين أروح أعلمهم. فكان الغرض أنه لا أستخدم خطاب تأثيري، والخطاب التأثيري ممكن يركز لك على معلومة واحدة معلومتين بالكثير، يركز عليها ويوصلها صح. هذه الخاصية الأولى في الخطاب التأثيري. الخاصية الثانية في الخطاب التأثيري هو أن المتحدث يعطي توجيهات instructions، افعل كذا ولا تفعل كذا، افعل كذا ولا تفعل كذا. فلما يعطيك المعلومة مو بس يقدمها لك، لا ويعلمك كيف المفروض تستخدمها أو تمارسها. هذه الخاصية الثانية. أما الخاصية الثالثة وهنا نسكت قليلا، أن الخطاب التأثيري يستخدم لغة العصر. ها؟ لغة عصر؟ يعني كيف؟ يعني يستخدم لغة العرب اللي في القرن 21، ما يستخدم لغة العرب اللي في القرن الأول أو ما قبل ذلك. ما هم كانوا يتكلمون عربي وإحنا نتكلم موزمبليقي؟ لا يا صديقي العسل، هم يتكلمون عربي وإحنا نتكلم عربي. جميعنا يتكلم لسان واحد ولكننا نتكلم لغات مختلفة. ها منصدم؟ أصبر عليك، ما أنت لو تتابعني في السناب كان عرفت المعلومة هذه من زمان، لأني طلعت من زمان في السناب وتكلم عن أزمة يا صديقي العسل اسمها أزمة الاصطلاح. هذه موجودة عندنا حنا العرب. شو معنى الكلام ده؟ بعطيك إياها بمنتهى البساطة كده بشكل سريع. لما أقول لك يا فلان أو يا فلانة، يا متخلف أو يا متخلفة، تتشعر بالإهانة على طول. وهذا المثال استخدمته في الخطاب لما رحت تبوك والرياض والدمام، فقلت لهم ليش تشعر بالإهانة؟ لأنه كلمة يا متخلف تعني غبي او تفهمها على انها غبي، والصحيح ان كلمه متخلف لا تعني غبي، متخلف تعني في الخلف. فلما اكون انا واقف في سرة او صف او طابور في محل قهوه، اختر الكلمه اللي انت تناسبك، واكون انا في الاخير فانا المتخلف عنهم كلهم. اما على سبيل المثال لو كنت انا في النص واخوي عقيل واقف وراي، فعقيل اخوي متخلف بالنسبه لي، تخلف عني، وانا متخلف عن اللي امامي. فلما تقول متخلف لازم تحدد السياق، متخلف وين؟ متخلف في ذيل الترتيب في الدوري حق الكوره، ولا متخلف في سرة أو صف قهوة في كافي، ولا متخلف في الدراسة، ولا متخلف عقليا وفكريا؟ ها
هي دي يا صديقي الجميل، هذا اللي خلانا دائما نعتقد ان كلمة متخلف يعني غبي. الكلمة معناها في الخلف، ولكن اصطلاحها، والاصطلاح يعني المعنى اللي انا وياك متفقين عليه او نفهمه بعيدا عن المعنى الحقيقي. يعني على سبيل المثال انا ما اقدر اروح لامي واقول امي يا متخلفة، بعدين ابدا اشرح لها اقول لها يا ام في فرق بين الاصطلاح، ما بيجيني الكعب على طول. تشرح مين؟ لا يا حبيبي، اوكي امي قد تكون عرفت المعنى الحقيقي للكلمة وانا عرفت المعنى الحقيقي للكلمة، ولكن الاصطلاح هو اللي يسري دائما، هو اللي الناس تمشي عليه. ففي ناس اكيد جت قبل فترة كذا واستخدمت مصطلح متخلف فكريا او متخلف عقليا، يعني غبي بس بادب، فخلاص انتشر هذا المفهوم على ان كلمة متخلف يعني غبي. من هنا يخلق الاصطلاح. على سبيل المثال يعني لو يبعث شخص من 1400 سنة ويطلع في زمننا اليوم بيسمعنا نقول لا تجحفلني لا تجحفلني، ما راح يفهم وش معنى الكلمة دي. وكلمة تجحفلني للناس اللي برضو ما تعرفها، ممكن في ناس عرب ما يعرفون وش كلمة تجحفلني. في لاعب اسمه جحفلي، لاعب كرة قدم، سجل هدف في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الثاني الإضافي وقلب النتيجة وخذوا الكاس. فصرنا عنا في السعودية نقول لا تجحفلني على اسم عائلة اللاعب جحفلي. لا تجحفلني يعني لا تغدر فيني على آخر لحظة. فخلاص اتفق انا وياك على موعد بكره ان شاء الله نلتقي في المكان الفلاني في الساعه الفلانيه، ها يا فلان لا تجحفلني يعني لا تغدر فيني على اخر لحظه. هذا يا صديقي العسل مصطلح ثبتنا معناه واتفقنا عليه وصرنا نستخدمه. واكثر كلمه ضاع معناها الحقيقي بسبب الاصطلاح هي كلمه لغه، ونقول لغه عربيه ولغه يابانيه ولغه انجليزيه، الكلام هذا فاضي يا صديقي العسل. المفروض نسميها لسان، لسان عربي، لسان انجليزي، لسان ياباني. حتى القرآن ذكرها بلسان عربي مبين، فلانجويج بالانجليزي ترجمتها لسان بالعربي. حلوين؟ حلوين. فحنا يا العرب اليوم وعرب قبل 1400 سنة نستخدم نفس اللسان العربي، ولكننا نستخدم لغات مختلفة. فهم لغتهم العربية الفصحى وحنا لغتنا العربية العامة. طب وش هي لغة عشان تفهم؟ بعطيك مثال. عندنا في المملكة العربية السعودية طويل العمر في 3 مدن للناس اللي مو سعوديين يعني، أما للسعوديين برضو أنت ركز معي يمكن ما تعرف المعلومة دي. في الرياض نقول ارم المنديل، نطلع شوي للقصيم نقول احلت المنديل، ولما نرقى الحائل نقول اجدع المنديل. ارم احلت اجدع. اختلاف الكلمة المستخدمة لفعل معين أو معنى معين، هذا الاختلاف اسمه لغة. عشان كذا يا صديقي الجميل قبل كانوا يقولون لغة قريش ولغة تميم ولغة حمير، كلهم عرب، كلهم يتكلمون لسان واحد العربي، لكن لغاتهم مختلفة. يعني لما تروح عند قريش تسمعهم يستخدمون مفردات معينة، لكن لما تروح تميم يغيرون المفردات شوي، وبرضو حمير تختلف عن تميم وهاشم أو قريش. عشان كذا برضو كانوا يقولون العرب كان عندهم 7 لغات ولكن معظمها انقرض إلا واحدة، وهذا الكلام صحيح. عشان كذا اليوم حنا ما نعرفين الفرق، لكن لا تزال فينا اختلافات لغوية. فأنا في السعودية أنا وياك نسميها سيارة، وفي مصر أصدقائنا يقولون عربية، في السعودية نسميه ثوب، وفي الإمارات يسمونها كندورة، وبالكويت يقولون لها دشداشة. اختلاف الكلمة يعني اختلاف لغة. حلوين؟ حلوين. طب وش اللهجة؟ اللهجة بمنتهى البساطة هي نفس الكلمة ولكن نطقها يختلف، مو الكلمة تغيرت، لا نفس الكلمة بس نطقها يختلف. يعني احنا نقول مثلا رجال، بالكويت يقولون ريال، نفس الكلمة بس النطق اختلف. حلوين؟ حلوين. لسان ولغة ولهجة، علمتك أتوقع الفرق بينهم. إن شاء الله في الكتاب راح أشرح هذا الموضوع بالتفصيل وعلمك ليش مهم جدا أننا نعرف هذه الفروقات ونرجع الكلمات لمعانيها الحقيقية بعيدا عن الاصطلاح، وكيف أنه هذا الشيء أثر في أمتنا العربية تأثير رهيب جدا بإذن الله بكتبه. المهم أن الخاصية الثالثة للخطاب التأثيري أنك تستخدم فيه لغة العصر، يعني تطلع تتكلم بلغتنا حنا الدارجة اليوم، لا تكلمني بلغات قديمة بكلمات ما أفهمها. تطلع لي على اليوتيوب يقول ويحك، ويحك مين يا صديقي العسل، ويحك مين، ولا هلمة، ما في هلمة. هذا لا يعني أنه استنقاص في الفصحى أبدا، ولكن لكل مقام مقال. فلما تجي بتألف كتاب تكتب بالفصحى، لازم باللغة الفصيحة تسمى اللغة الفصيحة، لكن لما تجي بتلقي علي محاضرة مدتها 15 دقيقة وغرضك منها أنك تأثر علي، لازم تتكلم باللغة اللي أنا أفهمها، بالمفردات اللي أفهمها، لأنك لو تستخدم فصحى ممكن حتى اندماجي يقل، لأنها مي بلغة أستخدمها دائما ولا هي على مسامعي. أرجع وأكرر ليس عيبا فيها، لكن مو مناط استخدام لها. حلوين؟
حلوين. فأنا رحت يا طويل العمر وكان غرضي إني أتكلم عن الفلسفة بخطاب تأثيري، أركز فيه على معلومة واحدة وأعطي توجيهات نهاية الخطاب وأتكلم باللغة اللي أنا وياك نفهمها زي ما أنا قاعد أتكلم معك الحين. فقلت لهم هذا الكلام، فقلت عشان كذا لا تشرمون علي إني ما جبت تاريخ الفلسفة ونشأتها وبعض الأطروحات وما إلى ذلك، حلو؟ بعدين قلت لهم شفتوا هذا اللي أنا سويته كله؟ هذا اسمه فلسفة. بالضبط يا صديقي العسل، أنا وياك سألنا سؤال، قلنا ليش مقطع في اليوتيوب ممكن يأثر فينا أكثر من 40 محاضرة أو حصة؟ والجواب اللي أنا وياك طلعنا فيه هو أنه في فرق بين الخطاب التعليمي والخطاب التأثيري. طب وش خصائص الخطاب التأثيري؟ 1، 2، 3. شفت هذا اللي سويناه كله؟ اسمه فلسفة. هذه هي الفلسفة، البحث عن العلية، لماذا حصل الشيء الفلاني، وتبدأ بلا 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 تقرقر تتفلسف. يعني العرب على فكرة كانوا يسمونها علم الكلام، لأن الفلاسفة كان كلامهم كثير، وفعلا الفلاسفة كلامهم كثير. ليش كلامهم كثير؟ لأنه يتكلم ويحلل بعيدا عن المنطق اللي أنا وياك عارفينه. جينا عند نقطة المنطق، تعرف إيه عن المنطق يا صديقي العسل؟ من السؤال؟ هو ده اللي هو؟ تعرف إيه عن المنطق؟ أعرف. اتفضل. الله يخليك. أعرف إن لما واحد يضرب واحد على دماغه يقع ما يحطش منطق. مش هو ده المنطق؟ هو المنطق ولا مش هو؟ يا متعلمة بتاعت المدارس. اسمع قصتي لما عرفت الفرق بين الفلسفة والمنطق. تضحك، تضحك جدا. صديقي عزام اللي قد سبق وتكلمت لك عنه، أول ما تعرف علي في الدوام تعرف عن طريق جدل، كذا كنا نتجادل احنا مجموعة من الأشخاص، ودخل هو في نص الجدال على طول، هوب سلام عليكم. المهم يا طويل العمر، نهاية هذاك اليوم اللي انبرش فيه عزام، نزلنا تحت تكلمنا انا وياه، واكتشفت ان الولد ذكي يعني فعلا، فمرة انجذبت له. انا لا ازال اشوفه اذكى شخص سعودي مر علي، سواء من الناس اللي طلعوا في الاعلام او من الناس اللي ما طلعوا في الاعلام وانا اعرفهم. عزام يفوز، لان معايير الذكاء بالنسبة لي صديقي العسل مو كم تحفظ من المعادلات الرياضية وكم اختبار الاي كيو حقك، بالنسبة لي مو مقياس. شفت طارق العلي لما في واحدة من المسرحيات قال هذا الانسان ذكي دراسة غبي حياة؟ بالضبط، احنا نعرف اشخاص زي كذا كثير، حافظ كثير من القواعد الكيميائية والفيزيائية والأحيائية، أوكي، بس هذا لا يعني أنه ذكي، لأن معايير الذكاء يا صديق العسل تكمن هنا، هي مفاتيح التفكير، آليات التفكير والتحليل، وآليات الاستنتاج، العقل النشط الواعي سريع البديهة وقوي الذهن والمستوعب واللي مدرك برضه. هذه بالنسبة لي معايير الذكاء. فالشاهد مالك في الطويلة قاعد نسولف أنا وياه، قال لي أنت يا ناصر مشكلتك إنك تتفلسف في المسألة الفلانية. قلت لا بالعكس أنا ما أتفلسف فيها. قال لا تتفلسف فيها. قلت طيب بالعكس حتى لو كنت تتفلسف فيها فهو شيء جميل، لأن الفلسفة فيها منطق. قال لا يا ناصر الفلسفة ما فيها منطق. تحلى شو اللي ما هلا فيها منطق؟ فهو الحين يبغى يعرف حجتي عزام. قال ليش فيها منطق؟ قلت لأنه في مدرسة المشاغبين المدرسة دخلت عليهم قالت بدرسكم مادة الفلسفة، وأول درس بناخذه في هذه المادة المنطق. ما يعني الفلسفة فيها منطق؟ شوف الحجة يا صديقي العسل، شوف الحجة، انت ركز على حجتي بس. ما تشوفني اقول لك كم سأظل جاهلا ما دمت ادعي المعرفة. سوي نفسك فاهم انت جاهل. المهم انه انصدم عزام مسكين، قال لي لا انا صرت شوف بعيدا عن المسرحية شوي، الفلسفة هي انعدام المنطق. مالك في الطويلة رحت انا وبحثت، طلع كلام عزام صح، كلامي برضو انا صح. في مدارس كثيرة في الفلسفة، واحدة منها تقول ان المنطق جزء من مظلة كبيرة اسمها الفلسفة. اما المدرسة الثانية والاشهر هي انه فعلا الفلسفة هي انعدام المنطق. ترى هذا الكلام خطير، ان شاء الله بفصل لك كثير كثير في الكتاب باذن الله. انا ما ابغى اطول عليك، تعرف يعني المحاضرة كانت مدتها ساعة ونص، يعني ما اقدر اختصرها لك في اليوتيوب، انا قاعد احاول اختصر قدر المستطاع، لكن باذن الله في الكتاب بيكون عندي المساحة الحرة والكافية اني اقرقر عليك وما تمل ان شاء الله. وكل نقطة اذكرها اعرج منها واشرحها بالتفصيل عادي، باخذ مساحتي الكاملة والمطلقة. بالمناسبة اذا انت تشوف المقطع هذا بعد ما صدر الكتاب، ترى رابط الكتاب بيكون في الوصف وبيكون في التعليق المثبت. يلا انبسط. اما انت اللي تتابع الحين المقطع انتظر. طب اوكي يا ناصر، بعيدا عنك انت اخويك عزام، وش علاقة الفلسفة والمنطق؟ ويعني ايش الفلسفة انعدام المنطق؟ شوف للامانة الكلام عن هذا الموضوع يطول، لكن خلني اعرف لك وش هو المنطق، وبما اني جبت المنطق لازم اجيب لك الواقع ضروري. فخلنا نتكلم عن المنطق شوي بعدين نختم في الواقع. المنطق يا طويل العمر، الله
هو من أكبر الأدلة على وجود خالق لهذا الكون. ليش؟ لأنه مش موجود في الواقع، وهذه من أعظم دروس الحياة اللي تعلمتها. أول كنت أحسب المنطق في الواقع، يعني أنا يوم كنت صغير كنت أسمعهم يقولون كلامك منطق، وأحيانا يقولون كلامك واقعي، والله ولا أنا عارف الفرق بين المنطق والواقع ولا عارف شيء، لكن طلع الفرق كبير جدا. خلني أشرح لك إياه. شوف، أنا عندي تعريف للمنطق خاص فيني قد عنا يعني، بس إن شاء الله حيفيدك. المنطق هو إيجاد العقل الإنساني زين لمعادلة غير متناقضة من الواقع أو في الواقع. بعيد لك بسرعة، إيجاد العقل الإنساني لمعادلة غير متناقضة من أو في الواقع. معنى الكلام هذا يا ناصر، كلمنا بلغتنا عشان نفهم. حاضر. بالشعبي الرياضيات والفيزياء منطق، وإذا أنت تكرهها فأنت تكره المنطق، وإذا أنت تكره المنطق فهي مشكلة. ليش؟ في المحاضرة تكلمت عن الموضوع هذا، في الكتاب بسهب فيه أكثر، لكن خلنا نحطه على جنب. الرياضيات منطق والفيزياء منطق، في فرق بينهم بشرح لك بعد شوي، لكن أبغاك تحط في بالك هذا الشيء. خذ مثلا قاعدة منطقية مشهورة، ألا وهي 1+1=2. حلوين حلوين حلوين. هذه يا صديقي العسل، 1+1=2، هذه لا تعني أي شيء على أرض الواقع. وش قصدي بالكلام هذا؟ قصدي بأنها معادلة مجردة فيها أرقام مجردة، ليست مشخصة على الإطلاق. وليست مشخصة يعني لا يوجد لها شكل أو لون أو رائحة، لا يوجد لها تجسيد مادي. آها، دخلنا في المجرد والمشخص. والله العظيم يا صديقي العسل كني قاعد أشرح لك كتابي، والله العظيم، لأني بشرح وش المجرد وش المشخص، وهنا الدلالة على وجود خالق. المهم 1+1=2، حلو، لا تعني أي شيء. كيف يا ناصر لا تعني أي شيء؟ أنا أقول لك، لأنها معادلة موجودة في العقل الإنساني فقط. الإنسان أنا وياك نفترض أنه 1+1=2، متى يصير لها معنى؟ لما تسحبها هذه المعادلة المنطقية وتبحث عما يصادقها في الواقع، تشوف لها دليل في الواقع. فلما تجيب عاد موية جنبها موية تصير مويتين، آها، معادلتك المنطقية صحيحة. ليش؟ لأنك دللت عليها في الواقع. هذا معنى كلامي، إيجاد العقل الإنساني لمعادلة غير متناقضة في الواقع. هذه الرياضيات، عشان كده يقولون لك الرياضيات سابقة كل العلوم، يتكلمون عن قواعد ما بعد لقينا لها دليل على الواقع أصلا. تخيل، زي مثلا عالم الرياضيات الخوارزمي، شوف كم له، وتونا اليوم نستفيد من الخوارزميات، المعادلات اللي هو طلعها. وين؟ في برامج التواصل الاجتماعي كلها شغالة على الخوارزميات، وكيف ان هذه البرامج تحاول تفهم مودك، هي باختصار خوارزميات. فانت شايف كيف الرياضيات تطلع معادلات وبعدين تبدأ تدور عنها في الواقع. معادلة منطقية غير متناقضة في الواقع. طب وش من الواقع؟ هذه الفيزياء. الفيزياء العكس، الإنسان يشوف ظاهرة فيزيائية معينة تصير فيبدأ يدرسها ويطلع منها معادلات منطقية. هذا معنى كلامي من الواقع. زي نيوتن مثلا، طاحت عليه التفاحة، في ظاهرة طاحت التفاحة، فيبدأ يدرس هذه الظاهرة ويطلع لك منها إيش؟ استنتاجات منطقية، فيعطيك القانون الأول لنيوتن والقانون الثاني للحركة وأنت ماشي. اللي بالمناسبة يعني كل فيزياء نيوتن يعني اللي درسناها مع كامل الأسف في المدارس والجامعات تسمى الفيزياء القديمة، يعني في علم الفيزياء أصلا هي بحر. الفيزياء الجديدة فيزياء أينشتاين وفيزياء الكم، قش عاد انت في المنطق اللي مش منطق. المهم انت تتفلسف، تسأل بلماذا، تبدأ تحلل 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 تحلل، بعدين تطلع بالحل. الحل هو الخلاصة المنطقية، هو المنطق، هو بعينه، تمام؟ يطلع ناصر يقرقر يقول ليش والله يأثر فيني مقطع يوتيوب، يبدأ يحلل يحلل يحلل، بعدين يقول عشان 1-2-3 لازم يكون خطابك تأثيري، وعشان يكون خطابك تأثيري لازم يكون فيه 1-2-3 ثلاث خصائص. حلو، خذ خصائصك يا ناصر هذه وروح دلل عليها في الواقع. إذا مشت أهلا وسهلا، استنتاجك سليم. إذا ما مشت وما صادقها الواقع، ارجع وحلل من جديد واستنتج من جديد، وبعدين جرب في الواقع من جديد. هذا الكلام يا صديقي العسل مهم جدا، لأنه اليوم حنا وصلنا في زمن بدأت فيه جماعات كبيرة من الأشخاص وتوجهات فكرية كبيرة يسوق لها من دول حتى، ترتكز هذه النظم الفكرية أو الأيديولوجيات على المنطق فقط من دون ما يلقون بال للواقع، ودخلوا في مرحلة الانتحار العقلي حرفيا. تفكيرهم منطقي وصحيح منطقيا، ولكن على أرض الواقع كلام فاضي. وضربت أنا أمثلة في تبوك والظهران والدمام، ولكن بعطيك أنا مثال واحد وبعدين أعطيك خلاصة الحلقة.
أصدقائي النباتيين فكروا بفكرة نبيلة جدا، هو أننا نقدر حنا كبشر نعيش من دون أن نقتل أي مخلوق آخر، وهذا الكلام صحيح 100% منطقيا، وفعلا البشر يقدر يعيش من دون ما يقتل أي مخلوق، وفي مخلوقات كثيرة عايشة من دون أن تقتل أي مخلوق ثاني عادي يعني. إذا اعتبرنا أن النبات مش مخلوق يعني أوكي؟ ضروري جدا، لأن اللي دارسين أحياء يعرفون أن النباتات مخلوقات حية. المهم ما علينا، دائما أقولها فكرة النباتيين نبيلة جدا، والله نبيلة فعلا، ولكن مشكلتها هي الواقع فقط، الواقع لا يصادقها. يعني على سبيل المثال لو جمعنا 8 مليار شخص اليوم، اجتمعنا حنا 8 مليار إنسان موجودين في هالكرة الأرضية واتفقنا على أنه فعلا راح نتحول إلى نباتيين، خلاص من بكرة ما في أي واحد مننا راح يتغذى على أي مخلوق ثاني، اتفقنا؟ اتفقنا. هل انحلت المشكلة يا صديقي الإنسان أم الواقع لا يزال مشوه ومتناقض ومتضاد ولا يصادق هذه المعادلة المنطقية؟ مين يقنع الأسد أنه يصير نباتي؟ والنمر والفهد والضباع والذئاب والدببة والقروش وكل الحيوانات اللي تتغذى على حيوانات ثانية عشان تعيش؟ هذه قوانين كونية موجودة في الواقع حقيقية facts، وسماها الله في القرآن سنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا هو الواقع، فمعادلتك منطقية نعم، لكن الواقع ما يصدقها، بل وصعب تطبيقها في الواقع. وعلى فكرة كثير من الأفكار الفلسفية اللي كانت تستند على المنطق فقط أو استنتجت معادلات منطقية أو أفكار منطقية وكانت بعيدة جدا عن الواقع، ومن ضمنها الفكر الشيوعي بالمناسبة اللي كان يحاول يحقق المواساة بالضبط بين كل أفراد الشعب. معادلة مستحيل مستحيل مستحيل، ما دام في موت وحياة إذن في تغيير، وما دام في تغيير إذن في اختلاف. هذه قوانين كونية، قانون law زي الجاذبية، خلصنا. فأنت يا صديقي العسل حتتفلسف في حياتك، حتسأل ليش ما انقبلت في الوظيفة، ليش خسرت علاقتي مع فلان، ليش زواجي فشل، ليش تربيتي لابني ما نجحت، ليش ما قدرت أحصل على تخصصي، ليش أعاني من الأمراض الموجودة فيني الآن، ليش ماني قاعد أشعر بالسعادة، ليش أحس إني على شفا حفرة من الاكتئاب، ليش؟ اسأل بلماذا وابحث عن السبب، علل واطرح الأسئلة. فالفلسفة توسيع مدارك وقدرة على التحليل، حتطلع بمعادلات كثيرة منطقية، استنتاجات يعني، بتقول ليش حصل لي الشيء الفلاني وتفكر بعدين تقول والله عشان كذا وكذا وكذا وكذا. هذه الخلاصة اللي طلعت معاك جربها في الواقع، إن لم يصدقها الواقع وما شفت نتيجة ولا أثر ارجع وحلل من جديد واستنتج من جديد. شفت قصة دوباميكافين المقطع اللي تكلمت فيه أنا عن وظيفتي، وقلت لك أني كنت أسأل نفسي سؤال دائما، هل هذه الحياة يا ناصر اللي أنت تعيشها اليوم هي الحياة اللي كنت تتمنى تعيشها لما كنت طفل؟ وقلت لك كان الجواب لا، وبرضو قلت لك أني كنت أقول ليش وأبحث عن الأسباب، وعلمتك عندنا سالفة الوظيفة كيف أني كنت أقول أوكي ما جتني ترقية ولا زاد راتبي عشان 1-2-3، وكنت أسوي 1-2-3 وأشوف النتيجة بعد سنة، وقلت لك وش صار، فرجعت وحللت وسألت وطلعت بنتيجة ثانية وجربت وبرضو ما انفعت، لين وصلت إلى النتيجة الثالثة، وآخر مرة سألت نفسي هذا السؤال وقلت أوكي ربما الوظيفة موش الدرب الأنسب للوصول للحياة اللي أنا أبغاها، وفعلا كان الجواب صح، لأني بمجرد ما بدأت تطبيقه كل شيء في حياتي تغير. فكنت دائم أسأل نفسي هذا السؤال، أسأل نفسي السؤال في حياتي المهنية، في حياتي الشخصية، مع علاقاتي، مع أهلي، مع أصدقائي، في صحتي، في بدني، في معلوماتي، في فكري، في فرص الحياة اللي أنا قاعد أعيشها. يعني إذا أنا ماني قاعد أعيش حياة كويسة، وهذا مو معناته أنا مو راضي، أنا راضي، بس مش الحياة اللي أنت تتمناها، يعني منتهى البساطة ما أنا دخل في الرضا هي. أنا راضي، اللي مو راضي هو الساخط والزعلان واللي مو شايف أي شيء حلو في حياته. لا أنا مو كذا، لكن مش هذه الحياة اللي أبغى أستمر عليها وأثبت عليها طول عمري، لا أكيد أبغى أفضل، وربنا آتنا في الدنيا حسنة. فأنا قاعد أبحث عن الحسنة هذه وأسأل ليش وحلل. يا أخي ممكن تسأل نفسك سؤال غريب جدا، ليش ما أسافر كل سنة لما عندي فلوس؟ ليش ما عندي فلوس؟ لأن راتبي ضعيف. ليش راتبي ضعيف؟ لأن مرتبتي الوظيفية صغيرة. ليش مرتبتي الوظيفية صغيرة؟ ممكن لأني توظفت على قدر معلوماتي ولا طورت من معلوماتي، فبالتالي ما راح يتطور أي شيء في وظيفتي، أو ربما أني ما بحثت عن شركات أفضل أو حتى فرص أفضل، ممكن تكون الفرصة الأفضل موجودة في شركة مش أفضل. فهمت؟ فأوكي أرجع لمعلوماتي، والله CV حقي نفسه ما تطور، تخرجت جامعي وتوظفت وأنا جامعي، ما جبت الماجستير، ما جبت الدكتوراه، ما في تطور في معلوماتي. إذا ما في تطور، ليش ما في تطور في معلوماتي؟ لأني والله أذاكر طول الوقت وأقرأ وأتعلم؟ لا، لأني أطلع وأسهر وألعب وتابع أفلام وتابع كورة وقاعد على السوشيال ميديا 24 ساعة، أو جالس مع أخوياي أقرقر وسولف. ما في أحد يقدر يقول لك هذا الكلام مو ممتع، أبدا بالعكس، حياة ممتعة ولازم تعيشها لأن لها وقت ولها
لها عمر ضروري تعيشها فيه، البلاي ستيشن له عمر تلعبه تستمتع فيه، الافلام كذلك، الكوره كذلك، حتلهينا الحياه بكره. سوف تلهو بنا الحياه تررر، زي ما تقول ام كلثوم. فمن حقك تعيشها، بس لازم تعيشها على انك ادم متزن في النص، وهذه هي رسالة الكتاب اللي أنا بوصلها لك. فترجع وتسأل نفسك، ليش ما تطور السي في حقي؟ ليش ما تطورت مهاراتي؟ ليش ما تطورت معلوماتي؟ لأن وقتي وين رايح فيه؟ طب ليش أنا قاعد أسوي هذا كله؟ عشان أستمتع؟ إي والله أنا مستمتع. طيب رغم المتعة هذه كلها، أنا أتمنى إني أسافر كل سنة، من حقي إني أسافر كل سنة، من حقي إني أشتري سيارة جديدة، من حقي إني أشتري ملابس جديدة، من حقي. فترجع عاد أنت، ها وش اللي مانعني؟ دخلي ضعيف، عشان راتبي، عشان وظيفتي، عشان سي في، عشان معلوماتي، عشان تضيعي للوقت. فتقول أوكي خلني أجرب شيء السنة هذه، بألعب وألهو زي ما أنا، بس بخصص على الأقل ساعتين في يومي، بس ساعتين أحاول أسجل في دورة معينة أطور فيها من لساني الإنجليزي، أتعلم لسان جديد يفتح آفاق مرعبة، أتعلم مهارة جديدة، أغير تخصص يا رجل. إيه ليش لا؟ ممكن تكمل ماجستير تخصص ثاني، ليش لا؟ لأنه ممكن يكون الجواب إنه هذا المجال مو مجالك، ممكن يكون الجواب إنك دخلت هذا المجال ودرسته وأبدعت فيه وكان مهم في هذاك الوقت. اليوم إحنا تعدينا، ممكن مر على وظيفتك 5 سنوات 6 سنوات اللي أنت قاعد تشتغل عليه وتعتقد قد انه مهم امس، ممكن مو مهم اليوم. خلني اتعلم الذكاء الصناعي، خلني اتعلم السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني، خلني اتعلم الاشياء الجديده هذه، راح اطور من معلوماتي، وبالتالي في اثر مليون بالمئه بطلع فيه وبتتغير في حياتي. اسال نفسك عن العلاقات، ليش علاقاتي مش كويسه؟ حتلقى ممكن انك ما لقيت لها وقت، حتلقى انك ما تسمع لهم كثير، حتلقى انك فاهم موضوع الاهتمام بهم غلط، لان في ناس تعتقد انه انا مهتم فيك يعني مثلا لازم اصرف عليك، خلاص ما دام يعطيك وادفع لك انا مهتم فيك، لا، مهتم فيك معناته تشعر فيني، ممكن أبغاك تسمعني، ممكن أبغاك تطبطب علي، ممكن أبغاك تساعدني تنصحني، ممكن أبغاك بس تستمع لي فقط، تخليني أفضفض، تخليني مرتاح لك، أشيل بعض من الحمل اللي عندي وأحطه عليك، ممكن هذا هو الاهتمام اللي أنا دوره. اسأل، علاقتك مع ولدك بعيدة؟ علاقتك مع أبوك أمك بعيدة؟ اسأل ليش؟ حسنها، حللها، واطلع بنتيجة، النتيجة المنطقية، قارنها في الواقع، هل يقبلها الواقع ولا لا؟ إذا ما يقبلها الواقع، أعد التحليل وأعد التفكير. الفلسفة يا صديقي المتابع هي السؤال، هي طرح الأسئلة، هذا هو لب الذكاء. الفلسفة هي التحليل والتفكير والاستنتاج، والنتيجة اللي تطلع فيها هي المنطق، والمنطق مش موجود في الواقع. انتبه، انت تدور على دليل يشبهه في الواقع، الواقع متضادات متناقضات. واذا تبغى تفهم كلامي على سبيل المثال، نفس المثال اللي ذكرته انا في تبوك والرياض والدمام، قلت لما تجيب عدة القهوة V60 مع الكوب مع الغلاية حقت القهوة مع الطاحونة والقهوة وكذلك الورق، تجمعهم كلهم في صندوق وتبدأ تخض الصندوق بشكل عشوائي 20 مليون تريليون سنة، ما راح تطلع لك كوب قهوة ابدا. ليش؟ لانها هي الواقع، ولكن الخطوات اللي انت اخترعتها كانسان في اعداد او تحضير القهوه هذه هي المنطق، والمنطق مش موجود في الواقع. عشان اختصر لك، المنطق قانون عدم التناقض، والواقع كله متناقضات، خلصنا. فمعناته لما يكون في عندك منطق في عقلك، يعني العقل الانساني اقصد، فبتسال من وين جاء المنطق اذا ما هو موجود في الواقع. عرفت ايش قلت لك؟ هذا دليل انه فيه ذات الهيه خارج هذا الكون لقنتنا المنطق اللي هي نفخه الروح. بنسولف كثير في الكتاب ان شاء الله، بس عموما اتمنى ان الرساله تكون وصلت. العالم يا صديقي العسل يجيب، والفيلسوف يطرح السؤال. لما تقول متى تغلي المويه، يجيك العالم ويقول لك الماء يغلي اذا رفعت درجه حرارته الى 100 درجه حراره مئويه، يبدا بالغليان. لكن اللي يسال هو الفيلسوف، ليش يغلي على 100 ما يغلي على 90 او 150؟ هنا يوخر العالم ويأتي الفيلسوف بطرح الأسئلة، والفيلسوف أذكى، والفلسفة هي علم الحكمة وهي أم العلوم. بكذا أكون يا صديقي العسل عطيتك عصارة الكلام اللي صار في اللقاءات الثلاثة، وأتمنى أن ألتقيك في لقاءات قادمة، وأتمنى أن يكون أحد المشاركين في دورة الشريك الأدبي القادمة بإذن الله. شكرا من أعماق القلب لك، وشكرا لوزارة الثقافة وهيئة الأدب والنشر والشريك الأدبي، وشكر خاص أكيد لازم لمقهى جروث في تبوك، ومقهى صوفية في الرياض، ومقهى مستقر في الظهران. شكرا يا صديقي العسل من أعماق القلب، إلى أن ألقاك قريبا بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.